الو، ايوه مين؟ اهلا، ازيك يا معلم حنفي؟ النهارده فين؟ طب ما اجيلك على الفرن احسن بدل البهدله دي يا معلم. طيب خلاص، حاضر، ماشي يا معلم، اؤمر. يا ألف أهلا وسهلا، ربنا يخليك يا معلمة ويخليك. ده الفيلا نورت النهاردة. ربنا يعزك ويكرم أصلك يا رب. خير يا معلمة؟ خير إن شاء الله. الله، ما ترسيه يا معلم، رسيه على الدور. هرسيك مخزن المعلم علي. ماله لا مؤاخذة، وأنت دخلت بعد ما توفى؟ طبعا، أمال يعني بنخزن الدقيق بتاعنا فين؟ بقول لك يا فؤاد، أنا هجيب لك من الآخر كده، إحنا مش عايزين نلف وندور على بعض، إحنا ما يهمناش الدقيق. ما الدقيق مخزن عندنا قد كده وقرب يسوس، احنا يهمنا البضاعة اللي جوه، يعني الصنف زي ما انت فاهم. ده مش تقوله كده من الأول؟ هو كده بالظبط. فعلا يا معلمة، المخزن ملغم حشيش. الله أكبر، خمسة وخميسة عليك وعلينا، الله أكبر. أيوة الله أكبر. بقول لك إيه، يعني لا مؤاخذة صافية، تعرف إن المخزن في البضاعة دي؟ والله أنا على حد علمي إنها ما تعرفش، بس الله أعلم بقى. المعلم عاده الله يرحمه قال لها إيه قبل ما يموت؟ هيكون قال لها إيه يعني؟ مش ده المهم، المهم صافية تعرف إن إحنا بنتاجر في الصنف. برضو على حد علمي إنها ما تعرفش. الحمد لله. بس بيتهيألي يعني إنها لو تعرف كانت أكيد بلغت عنكم من زمان. نعم، تبلغ عنا ليه؟ وإحنا كنا بنعمل إيه عشان تبلغ عنين؟ معقولة برضو بقى بعد كل اللي عملتيه معاها ده وجاي تقولي لي ليه يا معلمة؟ لا يا حبيبي، أنا لسه ما عملتش حاجة. ويكون في علمك المعلمة كيداهم لما تحب تحط حد في دماغها ممكن تمسحه من على وش الأرض ويسجل في سجل الوفيات. إيه أقولك؟ أنت هتقولي لي وأنا أنسى برضه اللي اتعامل مع المعلم عادة والله يرحمه. الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه. عملنا إيه مع المعلم عادة؟ ده المعلمة كيداهم، ربنا يديها الصحة ويكرمها. طيبة أميرة بعد ما كان شغال عندها في الفرن زمان وسرق السرقه بتاعته ومشي، قالت له روح مش سامحاك. قلبي وربي راضيين عليه. خلاص بقى يا حنفي، كان صغير وغلط. جرى يا معلم حنفي؟ الله، اذكروا محاسن موتاكم. ونام بالله يا اخويا، الله يرحمه. الله يرحمه يحسن اليه. طب انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب منك انك تقنع المخفيه اللي اسمها صافيه انها تبيع لنا المخزن، واي فلوس هي عاوزاها احنا ندفعها لها تحت أبراه في أي طلبات. وإنت كمان ملناش بركة إلا إنت، عيني دي قبل عيني دي، هروقك آخر ترويق. وحياة المعلمة كيداه. مساء الخير. مساء الخير يا ماما. يا حبيبتي. مساء الخير يا فندم. أهلا تسنيم. إيه يا حبيبتي؟ تأخرت كده ليه النهارده؟ أبدا يا بابا، انا رحت مول كبير كده في مدينه نصر، اشتريت منه شويه الحاجات دي، غير اني بقى فرحانه بالعربيه الجديده وقعدت الف بيها شويه. عن اذن حضرتك. استنى يا ياسمين. شوف يا بنتي، انتي مدام بقى خلاص هتعيشي في مصر لازم تلتزمي باصولها وتقاليدها. انت تلاقيكي طبعا فاهمه ان مصر دي بلد مفتوح. لا يا ياسمين، مصر بلد ملتزمة بالأصول والتقاليد زي الخليج ويمكن أكتر. وأي بنت بتتأخر بره بيتها لغاية دلوقتي الناس يا بنتي بتبص لها بصة وحشة. أما بقى بنت رؤوف شريف رجل التعليم والمبادئ لازم تبقى قدوة لكل اللي يعرفوها. حاضر يا بابا، عن إذنك. اتفضلي. طبعاً، وده اخر دلع حضرتك فيها. بنت قدها جايب لها عربيه بالشيء الفلاني ومديها فلوس معاها بالهبل، عاوزها تجيلك بدري؟ لا يا حبيبي، دي كل يوم هتجيلك متاخر. ولسه يا ما هنشوف. سهام، البنت لسه ما تعودتش على عيشه في مصر. ليه؟ هي كانت عايشه فين؟ دي عايشه في الامارات مش في اوروبا. برضو كل بلد ليها اسلوبها في المعيشه. وبعدين تعالي هنا، انت بقالك فتره كده اسلوبك وطريقه كلامك لا تليق ابدا باستاذه جامعيه. مالك؟ في ايه؟